الشهيد المجند محمد سعد محمد أحد الشهداء الذين سقطوا في العملية الوحشية للهجوم على كمين بني سويف. الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كان إيمانه قد إيمانه قوي جدا، كان إيمانه قوي جدا، وأنا قلبي حاسس كده إن هو دخل الجنة إن شاء الله. الله يخرب بيت الإرهاب. هتنتقم الإخوان طبعا، أقول حسب الله ونعم الوكيل فيهم، والله ينتقم منهم، الله ينتقم من كل ظالم. يا ريت كنت هادي. والله العظيم ما عمري زعلني ولا قال لي كلمه ولا عمري كلمني ابد، وعمر حنين علي ولا عمري كلمني كلمه ولا كلمني، كل ما يعدي يسلم علي ويروح يسلم علي. حسب الله ونعم الوكيل في اللي عمله فيهم كده، انتهم منهم رب. ما زعلش حد خال، ما زعلش حد خال. ويلا لسه صغيري وراح صغير يا عيني، راح صغير من ربنا اللي عمل فيك، من ربنا ينتقم من ربنا، يحرق قلبهم زي ما حرق قلبي. هما موت ابوي. حبيبي 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 راح فاي اجيبه مناي، يا لاوتين يا لاوتين عليك يا دناي، نمت حته من قلبي يا حبيب، نمت حته من قلبي يا حبيب، يا حبيب ام يا حبيب يا اخو يا حبيب. يا